حسيت بإيه وقتها؟ وقتها كنت مبسوط قوي ان انا طول وقت كان في فرص قبل عمرو مصطفى كتير قوي، فرص ان انت ممكن تغني، فرص ان انت ممكن تبقى تشتغل مع حد تاني غير عمرو مصطفى. عمرو مصطفى وفر لي كتير لانه ملحن متميز وكان رقم واحد وما زال يعني رقم واحد، يعني من الناس الاوائل في الملحنين المهمين في الوطن العربي. فعمر ساعدني في، حسيت ان ربنا يعني كافئني ان هو، يمكن زمايلي قبلي في الجامعه كان عندهم تجربه واثنين وثلاثه مع ناس مختلفين بس ما حدش وصل لحاجه في الاخر، فحسيت ان انا كنت اخر واحد في زمايلي يوصل لاحلامه. وبما اني كنت طول الوقت عندي رضا وعندي قناعه وعندي فكره ان انا صريح مع نفسي ان انا مش جاهز، يعني لسه لا عايز، محتاج نضج اكبر، اول ما حصل النضج ده حسيت ان الفرصه جت في وقتها. ودي كانت اول خطوه في طريق نجاحك. بعدها هل الامور مشيت بيسر بسرعه؟ عمر ما الامور مشيت بيسر، يعني انا بشوف اليسر مقترن بالنيه، وانا بقول لك كلام مهم جدا في موضوع النيه، انا طول الوقت نيتي صافيه، عمري ما بصيت ولا كنت ملتفت، لان برضو اللي بيحلم ده، برضو بمناسبه ان احنا بنتكلم عن احلام، اللي بيحلم ما يبقاش ملتفت. انت لو ماشي في تراك وبقيت ملتفت لمين عمل ايه او يمين وشمال انت مش توصل، انت ماشي في تراك افضل امشي فيه وكمل وهتعطل شويه هتقوم، بس بص في تراك، مالكش دعوه بالناس حواليك وصلوا لايه او عاملين ايه. فطول الوقت الفكره دي فايداني في شغلي لغايه النهارده، ففكره ان اللي بيحلم ما يبقاش ملتفت دي انا حريص ان انا اوصل المسج دي لكل الشباب اللي بيسمعونا، ما تبصش لحد خالص وخليك نفسك. انا عمري ما فكرت ان انا ابقى شبه شاعر فلاني، سمعت كل المدارس المختلفه في الشعر، بس في الاخر انا حبيت تامر حسين، حبيت ان انا يبقى لي طريقه. يعني انت عمرك ما قارنت نفسك باي حد خالص؟ بس في ناس بتنصح اللي هو اتفرج على فلان علشان تاخد شويه من اسلوبه علشان تقدر تبني عليه وتعرف شخصيته. ما تتفرج على فلان لوحده بتبقى شبه فلان لوحده، انما لما الموروث بتاعك او ثقافتك بتبقى متعدده فانت بتبقى ذوقك متعدد، ما بتقفلش ذوقك، لان هم اذواق. انا بشوفها حتى في التلحين، يعني انا كنت بحب ليك حمدي جدا، وبحب الاستاذ محمد ابو هاب جدا، هم كلهم اساتذه يعني مع حفظ الالقاب، فانا كنت يعني متعدد الاذواق، فتعدد الاذواق ده نفعني، وفي الاخر بيبقى عندك نضج على ما تلاقي شخصيه فنيه ليك. هل كان في اي احباطات في الوقت ده؟ طول الوقت كان في احباطات، حتى من المقربين، يعني في ناس بقى اصحابي بيبقوا خايفين عليا قوي وعارفين ان الوصول صعب، فبنستسهل، يقول لك يا عم طب ما تخليه في كليتك احسن وخلص وشوف لك شغلانه مناسبه. فطول الوقت بسمع ده ومش بسمعه بيحبطني، لا ممكن يبقى اصحابي وعارفين ان انا موهوب جدا او شاطر في حاجه جدا، بس هو ايه بيستسهل، الناس كانت بتستسهل في وصف الواقع، يعني اختيار الواقع. غير ان هم بيستسهلوا، في ناس تقولك انا حاولت ان انا اوصل للحلم اللي انا عايزه جدا جدا لكن ما قدرتش فدورت على حلم تاني. انا ما شفتش، طبعا لازم يبقى في خطط واحلام بديله، بس انا ما شفتش حد حاول وما وصلش. انا شخصيا في الوقت اللي كنت ببقى محبط فيه كنت بروح لناس غلط وشركات غلط، فعمري ما حد راح في احلامه لمكان صح وما وصلش. انا مآمن ايمان كامل انك لو وصلت للهدف اللي انت عايزه ومشيت في طريقه انت توصل لاي حاجه بعد كده. يعني انا بقى عندي احلام بديله اقدر اوصل لها من خلال التجربه بتاعتي.